واحد بيقول هل تنفع بالفعل الصلاة من أجل المتنيح؟ طبعا لو ما كانتش تنفع ما كناش نصلي. وفيه في مجموعة أباء ناقية مقال كبير للقديس أوغسطينوس عن الصلوات التي من أجل الموت، يا ريت بعضكم يقراها أو نترجمها لكم. لكن إذا كان الإنسان مات في خطيته يبقى ده ما نصليش من أجله خالص. السيد المسيح قال لليهود في أيامه، قال لهم تموتون في خطاياكم وحيث أذهب أنا لا تقدرون أن تأتوا.